تمام باشمهندس. آخر مرة إحنا اتكلمنا على اللوسز اللي موجودة في الديفايسز بتاعتنا، وقسمناهم إلى اون ستيت واوف ستيت وسويتشنج كان في عندنا كمان الدرايفنج لوسز، آخر حاجة اللي هي كانت الليد لوسز اللي هي بتحصل في الأطراف أو ساعات بيسموها التيرمينال لوسز يعني. طيب بس قلت لكم إن الدرايفنج لوسز والليد لوسز دي بتبقى أرقام نسبيا صغيرة يعني، فبتبقى بالنسبة لي نيجلكتد، لكن أنا مهتم بسويتشنج وأون وأوف، الثلاثة دول أنا مهتم بيهم اهتمام كبير. عرفتكم المرة اللي فاتت في السكشن الاون ستيت لوسز تحسبها ازاي والاوف ستيت لوسز تحسبها ازاي، والسويتشنج عرفتك برضو بتحسبها ازاي من الانرجي لوس اللي بتحصل نتيجة الترانزيشن من الاون للاوف او من الاوف للاون. فانا استرجع كده سريعا، الباور بتاعت الاون ستيت قلت لك انها عبارة عن الدروب اللي على الديفايس وهي شغالة، التيار اللي ماشي في الديفايس وهي شغاله في الديوتي سايكل دي، وقلت لك ان الباور وهي مش شغاله عباره عن الفولت اللي الديفايس شايلاه اللي هو تقريبا بيبقى الفولت بتاع السبلاي مضروب في الاي اوف اللي هو الليكج كارنت اللي الديفايس بيبقى ماشي فيها اللي هو بيبقى بالملي او بالمايكرو امبير في الاغلب يعني، او بالملي على حسب، في واحد ناقص الديوتي سايكل. بعد كده جيت قلت لك الباور بتاعت سويتشنج لوسز، الباور بتاعت سويتشنج كانت عبارة عن جي سويتشنج اون بلس جي سويتشنج اوف مضروبة في السويتشنج فريكونسي الاف اس، تمام كده؟ طيب كل ده احنا قلناه المرة اللي فاتت، والاف اس ده اللي هو كان السويتشنج فريكونسي بتاعنا، واتفقنا ان كل ما السويتشنج فريكونسي بتاعنا بيعلى كل ما البي سويتشنج بتاعتنا بتعلى، وده منطقي جدا لان الانرجي جي سويتشنج اون وجي سويتشنج اوف دي بالنسبه لنا بتبقى يعني في الاغلب رقم ثابت خاص بالديفايس يعني، فكل ما السويتشنج فريكوانسي يزيد دول بيتكرروا بشكل اسرع بشكل اكبر يعني، وبالتالي اللوسز اللي هتحصل في الديفايس هتبقى اكبر. طيب جميل قوي، فبالتالي لو انت حبيت تجيب التوتال باور لوس اللي حاصله في الديفايس البي لوس التوتال هتجمع كل اللي انت جبته ده، البي بتاعت الاون زائد البي بتاعت الاوف زائد البي بتاعت السويتشنج، تمام كده؟ طيب ده كلام كويس قوي. عشان بس يعني نعرف نحل مسائل على الجزء ده هقول حته الهيت سينك بالمره عشان دي بالنسبه لنا مهمه قوي. طيب الهيت سينك ديزاين، الفكرة كلها عندنا يا جماعة دلوقتي إن الديفايسز بتاعتنا دي ديفايسز بيبقى حجمها إلى حد كبير أو بشكل كبير يعني حجمها صغير مش كبير، وبالتالي الهيت ديسيبيشن اللي بيخرج منها أو الحرارة اللي بتطلع منها نتيجة اللوسز ما بتبقاش كبيرة، ما بتبقاش كمية كبيرة يعني، أو ما بنقدرش نعمل هيت ديسيبيشن بشكل كبير لأن سطحها صغير. بنحاول بقى نركب عليها هيت سينك اللي بتبقى حاجة شبه يعني جزء ألمونيا كده، أعتقد خدتوه ممكن لو درستوا مادة ثيرمو في سنين فاتت أو حاجة. الجزء ده بيتركب على الديفايس، يعني لو عندي الديفايس مثلا هنا كده فبنركب فوق الديفايس ديت هيت سينك بالشكل ده، وليكن يبقى شكلها مثلا كده أي حاجة يعني، أنا مش بعرف أرسم أوي بصراحة. والإنترفيس اللي ما بين الديفايس وما بين الهيت سينك دي، الانترفيس ده بتبقى ماده مثلا ممكن تبقى مايك او حاجه يعني، بتبقى شبه معجون كده، الماده دي بتقدر انها او التوصيليه الحراريه بتاعتها عاليه قوي علشان تقدر انها تعمل هيت ترانسفير من الديفايس الى الهيت سينك، فدي الهيت سينك بتاعتها. طب ايه الميزه يعني الهيت سينك بتقدمها؟ ان المساحه السطحيه بتاعت الهيت سينك بتبقى كبيره، بيركبوا فيها حاجه زي بيسموها فينز بتوع ميكانيكا، الناس بتوع ميكانيكا باور،
بيبقى دي بيسموها فينز كده، فالمساحه السطحيه بتاعت الهيت سينك بتبقى كبيره، وبالتالي بتقدر تطلع هيت ديسيبيشن بشكل اكبر. اوكي، فدي الهيت اللي بتطلع من الفينز يعني. اوكي كده. طيب احنا عايزين نعمل ايه في الحقيقه؟ عايزين نعمل حاجه واحده بس، عايزين ندي معلومه للراجل بتاع ميكانيكا بحيث ان هو يقدر يصنع الهيت سينك ديت. بس هو ده اللي احنا عايزين نعمله، معلومه واحده عايزين نديها له بحيث ان هو يقدر يصنع الهيت سينك ديت. ماشي كده. طب ايه المعلومه بقى اللي احنا عايزين نديها له؟ هقول لك يا سيدي، بس بعد ما اقول شويه حاجات كده. انت عندك في الالكتريكال سيركتس عندك في حاجه اسمها ريزيستنس، صح؟ الار. الريزيستنس دي لو حطيت عليها فولت بيمشي تيار اي، صح؟ طيب في الثيرمو قال لك نفس القصه بالظبط. لو انا عندي سطحين او نقطتين على سطح ما، وليكن مثلا وول مثلا او اي جسم بالشكل ده كده، وكان درجه حراره الوول من هنا T1 ودرجه حراره الوول من هنا T2، وT1 اكبر من T2، T1 اكبر من T2، هيحصل هيت ترانسفير، فالحراره تبدا تتنقل من الناحيه الشمال للناحيه اليمين، صح؟ اللي تمام مظبوط، ده منطقي جدا. فهو بيقدر يمثل اي جسم عليه فرق درجات حراره، بيقدر يمثل الجسم ده بريزيستنس بيسموه الثيرمال ريزيستنس. فانا اقدر اقول لك كده الار دي هي الثيرمال ريزيستنس، الار ثيرمال بتاعت السطح اللي هو الوول او اي حاجه اللي انا راسمها بالاسود دي. فهنا درجه الحراره T1 وهنا درجه الحراره T2. الكرنت اللي كان بيمشي عندك في الالكتريكال سيركتس هنا بالنسبة لنا هي الهيت ديسيبيشن in the form of power losses، اللي هي الانتقال الحرارة أو سريان الحرارة نتيجة اللوسز اللي حصلت عندك في الديفايس بتاعتك، لأن كل اللوسز اللي حصلت فوق اللي أنا عاملها بالأخضر دي هي دي اللي هتعمل لك الهيت، هي دي اللي هتبقى سبب في خروج مين؟ في خروج الهيت أو الحرارة من الديفايس. وبالتالي الفلو اللي هيحصل ده الفلو بتاع الهيت in the form of power losses. اوكي كده. حد هنا في مشكله؟ طيب ده كلام زي الفل. دلوقتي اقدر اجي واقول لك الاتي. الديفايس بتاعتنا وليكن هي حاجه كده، وعندك هنا الهيت سينك اللي متركبه عليها بالشكل ده، ده الانترفيس اللي ما بينهم. بص يا سيدي، دلوقتي بيبقى فيه ثيرمال ريزيستنس ما بين الجنكشن بتاعت الديفايس، هنعتبر ان دي الجنكشن بتاعت الديفايس، قلب الديفايس يعني قلب الديفايس نفسه، ما بينها وما بين الكيس، السطح بتاع الديفايس ده احنا بنسميه الكيس. فما بين الجنكشن والكيس بيبقى فيه ثيرمال ريزيستنس بنسميها ار ثيرمال جنكشن كيس. دي اول ثيرمال ريزيستنس موجوده عندنا. ثيرمال ريزيستنس الثانيه اللي ما بين الكيس والهيت سينك دي ار ثيرمال كيس هيت سينك. ما بين بقى الهيت سينك والامبيانت اللي هو الهواء يعني او الهواء المحيط بالهيت سينك يعني، بيبقى في عندنا ار ثيرمال هيت سينك امبيانت. وبالتالي انا في الحقيقه بيبقى عندي ثلاثه ثيرمال ريزيستنسز مهمين قوي في الشغل بتاعي. ثيرمال ريزيستنس اللي ما بين الجنكشن والكيس اللي هي الانترنال جنكشن بتاعت الديفايس وسطح الديفايس نفسها، بعد كده ما بين الكيس والهيت سينك بيبقى عندي فيه ثيرمال ريزيستنس، وطبعا ده بيبقى معتمد على الماده اللي موجوده ما بينهم. الماده اللي انا قلت لك بتبقى ماده توصيليه الحراريه بتاعتها عاليه قوي. اوكي، بعد كده بيبقى عندي ما بين الهيت سينك وما بين الامبيانت ريزيستنس ثانيه اللي هي ار ثيرمال هيت سينك امبيانت. التمبريتشر بتاعت الجنكشن من جوه بنسميها تي جنكشن، التمبريتشر بتاعت الامبيانت بنسميها تي امبيانت، ودي بالنسبه لنا بتبقى ويل نون يعني درجه حراره الجو المحيط 25 27 30 ايا كان. اوكي، التمبريتشر بتاعت الجنكشن بقى يا جماعه اللي هي التي جنكشن ديت بيبقى ليها ماكسيمم الاوبل فاليو، بيبقى ليها فاليو ما ينفعش انها تعديها. طب والفاليو دي انا بعرفها منين؟ في الحقيقه الفاليو دي بتبقى موجوده في الداتا شيت بتاعت الديفايس، موجوده في الداتا شيت. يقول لك مثلا ان الماكسيمم الاوبل جنكشن تمبريتشر ب 150 سليزيوس ب 130 سليزيوس ايا كان،
فدي بتبقى موجوده في الداتا شيت. طب افرض الجانكشن درجه حرارتها زادت عن الرقم ده، قال لك لو زادت عن الرقم ده في الحقيقه الجانكشن دي هتتحرق، الجانكشن دي هتتحرق والديفايس بتاعت حضرتك هتبوظ، وبالتالي حضرتك لازم تبقى ملتزم بالرقم ده وما ينفعش انك تعدي. طيب لو رسمنا الايكويفالنت ثيرمال سيركت بتاعه القصه اللي انا راسمها دي، هيبقى عند حضرتك الاتي. عندك هنا التمبريتشر بتاعت الجانكشن، ما بين الجانكشن والكيس في عندنا الار ثيرمال جانكشن كيس، بعد كده ما بين الكيس والهيت سينك دي التمبريتشر بتاعت الهيت سينك، عندك في ار ثيرمال كيس هيت سينك، اخر حاجه عندك ما بين الهيت سينك ومين والامبيانت في عند حضرتك ار ثيرمال هيت سينك امبيانت. اوكي كده. طيب الباور لوس اللي ماشيه او الهيت ديسيبيشن اللي بتحصل، بتحصل نتيجه الباور لوس، فدي الباور لوس اللي حاصله في الديفايس. لو جينا كده نكتب معادله بسيطه خالص بتعبر عن الثيرمال سيركت ديت، التمبريتشرز درجات الحراره اكنها فولتات، كل التمبريتشرز اللي انا معلم عليها بالاحمر دي اكنها فولتات بالنسبه لك، والبي لوس دي اكنها كارنت، وعندك مقاومات، فتقدر تاخد كي في ال عبيطه خالص فتقول لي ان التي جانكشن ناقص التي امبيانت بيساوي البي لوس اللي حاصله مضروبه في كل المقاومات اللي موجوده اللي هي ار ثيرمال جانكشن كيس بلس ار ثيرمال كيس هيت سينك بلس ار ثيرمال هيت سينك امبيانت. اوكي كده. طيب مبدئيا مين هيبقى معانا ومين مش معانا في القصه هنا؟ بص يا سيدي، التي جانكشن دي هتبقى معاك عادي مفيش مشكله، لو انا بتكلم مثلا على التي جانكشن الماكسيمم فدي هتبقى معاك برقم مفيش فيها مشكله، الامبيان ده هيبقى جيفن مفيش فيه مشاكل. سؤالي دلوقتي حضرتك، لو اقصى درجه حراره بتاعت الجانكشن هتشتغل عليها، يعني انا عايز درجه الحراره بتاعت الجانكشن دي ما تعديش الرقم اللي انا شغال بيه، ده معناه لو انا عارف البي لوس بتاعتي بكام، لو دي ويل نون بالنسبه لي، لو دي ويل نون بالنسبه لي ار جانكشن كيس دي هتلاقيها في الداتا شيت، كيس هيت سينك هتلاقيها في الداتا شيت، لكن دي بالنسبه لنا هتبقى غير معروفه مش معروفه. فانت من المعادله دي هتقدر تجيب الثيرمال ريزيستنس اللي ما بين الهيت سينك والامبيانت، وهي دي المعلومه اللي حضرتك المفروض تديها للمهندس بتاع ميكانيكا، هو ده اللي هيقدر يصنع بقى الهيت سينك اللي ليها ثيرمال ريزيستنس بالرقم ده. اوكي كده. طيب فالمعادله دي بالنسبه لي، المعادله دي بالنسبه لي دي المعادله اللي بتعبر عن توزيع او تقسيم الدرجات الحراره، او يعني الايكويفالنت ثيرمال سيركت لو في هيت سينك متركبه على الديفايس بتاعتك. طيب هقول لك حاجه كده معلومه وتناقشني فيها، يعني لو مفيش هيت سينك، without heat sink الايكويفالنت سيركت دي هتبقى عامله ازاي؟ تقول لي هيبقى عندي جانكشن وكيس، وعندي ار ثيرمال جانكشن كيس، وهيبقى عندي ار ثيرمال كيس امبيانت، صح الكلام ده ولا حد معترض؟ ده لو مفيش هيت سينك، يبقى الايكويفالنت ثيرمال ريزيستنس دي او الايكويفالنت ثيرمال او الايكويفالنت ثيرمال سيركت ديت مظبوطه ولا فيها مشكله؟ مفيش، لا مظبوطه ودي الباور لوس اللي ماشي. ركز معايا بس عشان عايز اوصل معاك لحاجه بس تبقى فاهمها، يعني هتقول لي يبقى تي جانكشن ناقص تي كيس يساوي بي لوس في مجموع المقاومتين ار جانكشن كيس بلس ار كيس امبيانت. الجميل، هعتبر معاك ان اللوسز اللي حاصله في الديفايس ثابته، يعني دي كونستنت، هي اللوسز اللي حاصله في وجود الهيت سينك او في غير وجودها، وهنعتبر ان التي امبيانت ثابت، دي درجه حراره الجو ثابت، وهنعتبر ان درجه الحراره بتاعه الجنكشن بتاعتك هي اللي ممكن تتغير. ركز معايا،
هعتبر ان الديفايس هيحصل فيها نفس البي لوس، نفس البي لوس شغاله تحت نفس الظروف، يعني نفس التيار اللي ماشي فيها وكل القصص بتاعه اللوسز يعني. وبالتالي هنعتبر البي لوس ثابته، الار جانكشن كيس كده كده ده رقم ثابت ده ما بيتغيرش، اوكي، والامبيانت ده رقم ثابت لا يتغير، تمام، قلت لي تمام ماشي. دلوقتي انت متوقع درجه حراره الجانكشن تبقى اكبر ولا اقل في وجود الهيت سينك؟ لو ركبت هيت سينك تقول لي معلش اكتب لي المعادله بتاعه الهيت سينك، ادي الجانكشن ناقص الامبيانت يساوي بي لوس ار جانكشن كيس بلس ار كيس هيت سينك بلس ار هيت سينك امبيانت. دي المعادله بتاعت الهيت سينك او في وجود الهيت سينك. هنعتبر ان البي لوس هي نفس اللي في المعادله اللي فوقيها كونستنت ما اتغيرتش، كده كده الار جانكشن كيس دي رقم ثابت لا تتغير، الامبيانت ده رقم ثابت، ركز معايا بقى، متوقع هنا التي جانكشن تبقى اكبر ولا اقل من اللي فوقيها؟ تحت اقل. ليه؟ ازاي ده؟ انت هنا، انت بص هنا، بص كده معايا، فوق في ترم واحد هتضرب فيه الباور لوس، طبعا ما هي مجموعه مع الار جانكشن كيس، يعني دي مجموعه مع دي، بس هو في الاخر ترم واحد، هنا في ترمين مجموعين عشان في واحد فيهم كبير واحد فيهم صغير، الار هيت سينك دي صغيره جدا بتسمح بمرور الحراره بسرعه. تمام، بص كده معايا، دي بتبقى اصغر بكتير من الار كيس امبيانت اللي هي دي، مجموع المقاومتين دول لو الهيت سينك اتركبت دي بتختفي بقى، دي بتختفي خالص، ما بيبقاش في ما بين الكيس والامبيانت لان الكيس انا ركبت عليها هيت سينك، فهيظهر كيس هيت سينك وهيت سينك امبيانت، ودول في حابب واصغر بكتير من الار كيس امبيانت. وبالتالي في المعادله بتاعتنا ديت لو جيت تحسب هتلاقي ان الجانكشن تمبريتشر بتبقى اقل من لو الهيت سينك مش موجود، اوكي كده. طيب تعالوا ناخد مثال، تعالوا ناخد المسألة دي. شايفين كده؟ واضحة يا جماعة المسألة؟ أيوة. تمام فهم. طيب بيقول لي thyristor is used in a circuit in which the switching losses is كذا. اداك ال J switching اهي. ال J switching. المسألة في الشيت. بيقول لك الفورورد الفورورد بلوكينج لوسز بيساوي الريفرس بلوكينج لوسز بيساوي 7.5 وات. طيب مفيش مشاكل خالص. بيقول لي فور ا سويتشنج فريكوانسي اداني ال اف اس، اند ديوتي سايكل اداني الدي. بيقول لي كالكوليت ذا ثايرستور باور ثايرستور باور لوسز ان واتس. طيب طبعا لو حد اخد باله يعني الراجل مديك هنا ايه الفورورد بلوكينج لوسز والريفرس بلوكينج لوسز كل واحده فيهم بسبعه، صح؟ سامعني ولا ايه؟ ايوه سامعني. سامعني يا شباب؟ ايوه حضرتك يا فندم. طيب فمديك الفورورد بلوكينج لوسز ومديك الريفرس بلوكينج لوسز. طيب معلش ممكن حد يعقب لي على كلمه فورورد بلوكينج لوسز، هل دي الاون ستيت لوسز ولا مش هي؟ لا هي دي لو سيرستور دي قبل ما تجيله البلس بتاعت الجيت. تمام، يعني هو فورورد بس مش شغال. تمام جميل. يبقى انا دلوقتي معايا البي بتاعه البلوكينج بس وهو فورورد يساوي 7.5 وات، صح؟ ومعايا البي بتاعه الاوف بتساوي 7.5 وات اللي هو بيبقى فيها ريفرس، صح كده؟ صح ولا ايه؟ تمام. طيب جميل قوي ماشي زي الفل.
طب فين البي اون؟ اه خلي بالك السيرستور هنا، السيرستور هنا في مود زياده اللي هو يبقى فورورد ومش شغال. السيرستور هنا في مود زياده اللي هو يبقى فورورد ومش شغال، اللي هو انت مش باعت فالسز على الجيت يعني، ماشي؟ اللي هو البي اون راح تبقى نص البي اوف. لا هو ما قالش، بص كده تحت. اه هو كده. اه عاملها لك بلون تاني عشان بس ما تبقاش الصفحه كلها اخضر، ما تعرفش تفرق. بص كده معايا على دي، ايه الجمله دي؟ هو بيتكلم على الدروب بتاع الفولت لما يمشي فيه 125 امبير. يعني اقدر اجيب منها دي ولا ما اقدرش؟ ممكن ازاي؟ في فاي بس في اون في اي اون بس كده؟ اعتقد سايكل في الديد سايكل اه الفتره بتاعتها. اوعى تنسى. وبالتالي يبقى 125 في 1.5 في ديوتي سايكل اللي هي بنص. حد عنده مشكلة في ده؟ تمام كده. حلو قوي. أول مطلوب يلا بينا عايز الباور لوسز اللي حاصلة في السيرستر. مبدئيا البي لوس كلها عبارة عن البي اون زائد البي لما كان فورورد بس اوف، هو فورورد بس مش شغال، زائد البي لما كان ريفرس ومش شغال. زي الفل، مفيش مشاكل خالص. يساوي الرقم اللي فوق ده، معلش ثواني بس اجيب الآلة الحاسبة عشان نشتغلها بالارقام. الرقم اللي فوق ده اللي هو بتاع أول واحدة هيدينا 125 في 1.5 في نص، هيطلع معانا 93 75. طب دي ودي بكام؟ بكام يا شباب دي وبكام دي؟ 7.5 و7.5. بس المفروض في واحد عد ناقص الديوتي سايكل في اللي هي بتاعت السويتشنج ولا ايه؟ ايوه اعمل ايه؟ قول لي اعمل ايه؟ ما هو البي فورورد لوسز اللي هي 7.5 مبدئيا انا عايز اتفق سبعة معاك ونص على حاجه، الاثنين دول على بعض سويتشنج اوف. لا اوف اوف يا راجل، الاثنين دول على سويتشنج بعض اوف. اه تمام. الاثنين دول على بعض اوف، ما هو مش شغال. هو فارق معاك فورورد ولا ريفرس؟ انت فارق معاك في هو فورورد ولا ريفرس؟ هو الراجل مش شغال وخلاص. يعني بتساوي كام؟ 15 في ديوتي سايكل واحد ناقص ديوتي سايكل. صح مظبوط، واحد ناقص دي مظبوط صح. يعني هتساوي واحد ناقص دي اللي هي بنص برضو 15، ويطلع معاك 7.5 وات. يبقى كل الهيصة دي ب 7.5 وات، اجمعها على 93 وشوية هتطلع 101 وربع. بس هو احنا ليه ما جمعناش يعني، ليه حطينا، ليه ضربنا في واحد ناقص ديوتي سايكل في الحته دي بس يعني. عشان هو اوف مش شغال. ايوه هو انا فاهم، انا فاهم الحته، انا فاهم ان انا لما في الاوف بضرب ناقص واحد ديوتي سايكل، ليه قصدي ما خدناش السبعة ونص والسبعة ونص على طول، او ليه الحته دي؟ انا مش، هو احنا دلوقتي بنضرب في ديوتي سايكل ده، مش انا بجيب الباور مش بجيب انرجي ولا ايه؟ مش واصله لي الكونسبت بتاعت ان البي فورورد اوف زائد البي ريفرس اوف بيتجمعوا على بعض ويدربوا في الديوتي سايكل فاجيب البي اوف. طب انت عايز تعمل ايه؟ قول لي. الحته دي مش فاهمها شويه، طيب او انا بص، ممكن اكون مثلا حافظها كده بس انا مش فاهمها. الراجل السيرستور ده شغال لمده 50%، يعني بيشتغل لمده 50% من التوتال تايم اللي هو اللي هو واحد على اف اس، البريدكت تايم واحد على اف اس، صح كده؟
هو البريدكت تايم تي ده هو نصه 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 شغال ونصه مش شغال في كوندكت ونصه مش شغال ايا كان بقى هو فورورد ولا ريفرس. تمام كده. الراجل قال لي ان الفورورد بلوكينج والريفرس بلوكينج الاثنين كل واحد بسبعة ونص. تمام ماشي كده. تمام طيب يبقى التوتال باور اللي حصل فيه وهو مش شغال بكام؟ 15 بس في الوقت اللي هي مش شغاله فيه. تمام التوتال باور حصل فيه 15. تمام واحد ناقص الديوتي سايكل عشان لازم اجيب الافريج بتاعها في خلال التي كله زي ما شرحت قبل كده في السكشن. الافريج. تمام 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 صح كده. طيب طبعا احنا نسينا هنا نحط حته صغننه كده زائد نسينا نعملها دي البي سويتشنج. سويتشنج الراجل كان مديني الجي سويتشنج فوق عشان نجيب البي سويتشنج بنعمل ايه بالجي دي؟ بنضربها في سويتشنج فريكوانسي صح؟ نضربها في ال 250 هرتز 2 1 مضروبه في ال 250 هرتز. فلو جيت تحسب القصه دي كلها هيبقى زائد 0.21 في 250 ونص يطلع 153 0.75 واتس. يبقى دي كده كل الباور لوس اللي حصل في الديفايس ده اول مطلوب خلاص تمام زي الفل. المطلوب اللي بعده بيقول لك the required heat sink thermal resistance assume that the ambient temperature 40. وده شويه معلومات تحت. طبعا اول معلومه دي احنا خلاص استفدنا بيها عشان هنعمل بيها حاجه ثاني خلاص. بعد كده قال لك الماكسيمم allowable junction temperature هنا ب 125 اهي اللي هي الـ T junction الماكسيمم. بعد كده اداك الـ R thermal junction case والـ R thermal case heat sink. بيقول لك design a heat sink أو require heat sink thermal resistance. طبعا اللي لما يقول لك الكلمة دي هو يقصد الـ R thermal heat sink ambient اللي يقصدها. هي دي المعلومة اللي قلت لك احنا لازم نطلعها من عندنا ونديها للمهندس ميكانيك. وبالتالي احنا عارفين المعادلة بتاعتنا بتقول ان T junction ناقص T ambient هيساوي ال P loss بتاعتنا كل اللوسز اللي حصلة في الديفايس مضروبة في كل المقاومات R thermal case junction case زائد R thermal case heat sink زائد R thermal heat sink ambient. كل حاجة معاك على فكرة. ال temperature بتاعت ال junction معايا نرجع كده خطوة ب 125 والامبيانت ب 40. فدي كده ب 125 والامبيانت ب 40. البي لوس لسه احنا مطلعينها ب 153.75. المقاومات معاك الجنكشن كيس معاك والكيس هيت ثينك معاك 0.15 و 0.075. فدي 0.15 ودي 0.075. تقدر تجيب من هنا الـ R thermal heat sink ambient بمنتهى السهولة. لو جيت تحسب القصة دي يبقى أنت عندك 125 ناقص 40 تقسمهم على 153.75 ناقص 0.15 ناقص 0.075 هتطلع معاك 0.3278 بتبقى سليزيس بير وات. اوكي كده شباب. يا جماعة تمام يا باشمهندس. طيب زي الفل. تعال ناخد مسألة تانية. تعالوا ناخد المسألة دي. بصوا معايا كده على المسألة دي. يقول لك a transistor has the switching characteristics as shown in figure 1. If the mean power loss in the transistor is limited to 10 watt, ده معناه ان دي الـ P loss max. دي اقصى losses ممكن تحصل. يعني دي اقصى losses من الاخر مسموح بيها. طيب بيقول لي determine the total switching energy losses in one cycle. قول لي الـ total energy losses in one cycle. يعني الراجل عايز يعرف الـ J switching. عايز يعرف الـ J. ماشي كده؟
ولما يقول لك كلمة in one cycle ده معناه انه عايزك تحسب له ال J switching on زائد ال J switching off اللي هي ال energy losses اللي حصلت في النقلة من ال on لل off ومن ال off لل on. اوكي كده؟ طيب لو جيت بصيت على الرسمتين اللي تحت، اول واحدة دي النقلة من ال on لل off ولا من ال off لل on؟ يعني الترانزستور كان شغال وفصل ولا كان فصل وشغلناه؟ الكرنت عالي يبقى كده اشتغل. تمام جدا، يبقى دي جي سويتشينج اون. طب ودي كان شغال اهو، التيار كان ب 80 امبير نزل لحد صفر، يبقى دي جي سويتشينج اوف، صح كده؟ مهم قوي انك تبقى فاهم انت بتعمل ايه. ماشي يا جماعه؟ طيب عايزين نحسب كل واحد. مبدئيا انا اللي اعرفه يعني الانرجي عموما ايا كان هي اون ولا اوف هي تكامل البي دي تي، صح؟ يعني تكامل V of T I of T dt، ده اللي اعرفه يعني خدناه زمان كده في الفيزياء. طب يا عم انت ايه المشكلة؟ يعني الموضوع بسيط جدا، هات لي معادلة الفولت ومعادلة التيار في كل رسمة وكامل في التوتال تايم بتاعك اللي هو التايم اوف سويتشنج. يعني تعال ننفذ اول واحد، لو انا هشتغل على الرسمة الاولانية، هشتغل هنا بحيث ان انا احسب جي سويتشنج اون، ممكن حضرتك تطلع لي معادلة التيار ومعادلة الفولت؟ تعال هنا كده نعمل معادلة الكرنت بتاعت الخط. تعال نعمل معادلة الفولت الأول، يلا بينا كده اعملوا لي معادلة الفولت. معادلة الفولت عبارة عن إيه؟ أنا هشتغل في السويتشنج أون. يلا بينا. معادلة الفولت بتساوي إيه؟ من الرسمة دي. يلا يا شباب. المفروض اقول هنا y بيساوي mx بلس c، c 120 مظبوط، والسلوب السالب يبقى ناقص. قول لي السلوب بقى. السلوب هقسم دي على دي 120 على 40، 120 على 40 في 10 اس سالب 6. مظبوط، يبقى تطلع فوق ب 10 اس 6. 120 على 40 يبقى 3 في 10 اس 6. ايه اللي جنب الرقم ده؟ ايه اللي جنب الرقم؟ رقم ايه؟ ال 3 في 10 اس 6 ده جنبه ايه؟ تي زمن. تايم، الاكس اكسس هو التايم، صح؟ تمام. معادلة التيار، معادلة التيار اهو الكيرف بتاعه اهو ستريت لاين 80 ناقص. هل في جزء مقطوع من الواي اكسس؟ لا مفيش. لا مفيش، زيرو. تمام. السلوب موجب قيمته 80 على 75 في 10 اس مظبوط 10. بس كده زي الفل يا عم، انت كده راجل برنس. كل اللي حضرتك هتعمله هتيجي وتقوم قايل لي عشان اجيب الجي سويتشنج اون هتساوي، بص يا سيدي، تكامل هكامل من صفر، هي مش هتقضي هنا معلش، فانا هكتبها في صفحه ثانيه معلش، مش هتقضي هنا هكتبها في صفحه ثانيه، وهجيب لكم نفس الرسم عشان بس تبقى قدامنا. هكامل من صفر لحد 40، ركز معايا عشان هنا في فترتين للتكامل. من صفر لحد 40 ركز معايا كده، الاكسبريشن بتاع التيار هو اللي انا طلعته، صح؟ اهو هو الخط، واكسبريشن الفولت هو اللي انا طلعته، صح؟ يبقى في الفتره دي كلها كده من صفر لحد 40 اكسبريشن التيار واكسبريشن الفولت هو نفس الاكسبريشنز اللي انا طلعتهم. حد معترض؟ لا تمام. يبقى بيساوي تكامل من صفر لحد 40 مايكرو، يعني 40 في 10 اس ناقص 6. اكسبريشن الفولت كان بكام؟ قلت لي والله ده كان ب 120 ناقص 3 في 10 اس 6 تي. في الكرنت، الكرنت الاكسبريشن بتاعه كان كام؟ كان 80 على 75 في 10 اس 6 تي دي تي. زائد خلي بالك تكامل عشان ممكن تتخدع، يعني من اول 40 في 10 اس ناقص 6 لحد 75 اس 6 بس الفولت بزيرو، يعني
تمام. ممكن بقى كانت تخدعك هنا او تتخدع انت هنا وتلاقي ان كان مثلا هنا الفولت مش بزيرو، كان ممكن يدولك برقم مثلا بواحد فولت، بواحد ونص فولت، فاهم ساعات قصدي؟ ما بينزلش للزيرو. هنا يديك ده واحد ونص فولت، ده الدروب اللي عليه وهو شغال. راح اكتبه عادي كرقم كنص، هضربه في الاي، معادلة الاي. بس كده، ده بس اللي انا عايز اقوله لك. لكن هنا هي المعادله هتصفر يعني، ما فيش حاجه يعني هنا نضرب معادلة الاي في الزيرو بتاعت ال في شكل الزيرو، الصفات في بتاعت الزيرو بتاع، الفولت. مظبوط. تمام. فخلاص كل اللي هيبقى عندك هو الترم اللي فوق ده، دي خلاص الف سلامه، هو ده بس اللي هيبقى موجود، ده بس اللي هيبقى موجود. اوكي كده. طبعا على الكالكليتور ما توجعش دماغك في الكلام ده خالص، على الآلة الحاسبة وخلص دنيتك يعني. اوكي، فلو جينا نشوف الترم ده بكام، انا حاسبه اعتقد على طول معايا الرقم بتاعه، هيطلع بيه 0. جي سويتشنج اون هتطلع بيه 0.034 جول. اوكي كده. هنعمل نفس القصة في هنا في الجزء اللي ناحية اليمين ده، هات لي برضو معادلة الفولت ومعادلة التيار. يلا سريعا كده، معادلة الفولت هتساوي، طبعا دي طالعة من الصفر فما فيش فيها مشكلة، هيبقى عندك 120 على 50. لو غلطت حد يعني ينبهني، ممكن اغلط عادي جدا يعني، في 10 اس 6 تي، ده معادلة الفولت. معادلة الكرنت اي اوف تي بتساوي 80 ناقص 80 على 60 في 10 اس 6 تي. في غلط يا جماعة ولا الدنيا مظبوطة؟ اعتقد مظبوط. كل حضرتك هتعمله هتاخد لي الاثنين دول تضربهم في بعض وتكامل على التايم اللي حصل فيه السويتشنج. طيب نتاكد بس من التايم، هنكمل منين لفين؟ التكامل من صفر لحد 50، ركز معايا بقى عشان هنا ممكن تتلخبط، او يعني ممكن حد ما ياخدش باله منها. من صفر لحد 50 لحد الخط ده، الاثنين اكسبريشنز بتاع الفولت والتيار هو اللي انا جبتهم ولا لا؟ الاثنين في بعض عادي. طب من 50 ل 60 الحته اللي متبقيه دي، فولت التيار ب 120، هثبت الفولت فوق بقى 120 واضربه في اكسبريشن التيار. اي الفول. وبالتالي اقدر اقول لك هنا البي سويتشنج اوف هتبقى بتساوي، هنقسم التكامل، فهيبقى تكامل من صفر لحد 50 في 10 اس ناقص 6 عشان دي بالمايكرو. الفولت الاكسبريشن بتاعه كان ب 120 على 50 في 10 اس 6، 120 على 50 في 10 اس 6 تي، والتيار كان نرجع كده، كان 80 ناقص 80 على 60، 80 ناقص 80 على 60 في 10 اس 6 تي دي تي، زائد تكامل من 50 في 10 اس ناقص 6 مايكرو يعني ل 60 مايكرو، الفولت ثابت ب 120 والتيار هو اللي 80 ناقص 80 على 60 في 10 اس 6 تي دي تي. برضه ما توجعش دماغك على الآلة الحاسبة وخلص الدنيا دي كلها، هيطلع معاك البي سويتشنج اوف في الآخر 0.1146 جول. كده انت جبت الجي سويتشنج اون واوف، يبقى التوتال سويتشنج انرجي اللي الراجل كان عايزها مجموع الاثنين، فهيطلع معاك ال 0.1146 دي زائد ال 0.034، يعني هتطلع معاك 0.1486 جول. يبقى دي كده التوتال انرجي لوسز اللي هتحصل في 1 سايكل. ده كده المطلوب الاول. نرجع بقى للمساله، المطلوب الاول كده خلاص. المطلوب الثاني بيقول لي what is the maximum switching frequency that can be achieved، ايه اقصى switching frequency انا ممكن احصل عليه والديفايس دي ما يحصلش فيها مشاكل. طيب مبدئيا في معلومه فوق الراجل اداها لك، قال لك ان التوتال باور لوسز اللي في الديفايس دي ليميتد انها تبقى ب 200، وبالتالي انا اللي اعرفه التوتال باور لوسز اللي تحصل في الديفايس اللي هو ايه، اللي انها ب 200 عباره عن ثلاث حاجات بالنسبه لي، عباره عن بي اون وهي شغاله، بي اوف وهي مش شغاله، زائد بي سويتشنج اللي هي عباره عن جي سويتشنج اللي احنا جبناها في مين؟ اف اس، صح؟ طيب لو حد رجع كده معلش يعني للمساله، البي اون والبي اوف بكام؟ لحد لما مش, مع...
مش موجودة ولا زيرو صح؟ زيرو. لأن لو جيت بصيت هنا هنا الديفايس خلاص بقت شغالة، هنا الديفايس خلاص بقت شغالة، فيش عليها فولت، ماشي فيها تيار اه، لكن الفولت بيساوي صفر، وبالتالي هنا حصل ضربهم بزيرو، يبقى مفيش بي لوس في الاون ستيت. بص هنا كده في الاوف ستيت الفولت ب 120 لكن التيار بصفر، مفيش تيار، زيرو امبير، وبالتالي برضو حصل ضربهم بزيرو، فمفيش باور لوس حاصله في الاوف ستيت. وبالتالي اقدر اقول لك ان دي في المساله بتاعتي صفر ودي بصفر، هو الراجل اهملهم يعني. وبالتالي يبقى ال 200 يساوي ال 0.1486 اللي هي الجي اللي انا جبتها في الاف اس ماكس. ما هنا الاف اس ده يزيد لحد كام؟ يزيد لحد كام بحيث ان اقصى باور تبقى 200؟ لان الرقم ده اللي انا هحسبه دلوقتي اللي هو هيطلع معاك ب 1.345 كيلو هرتز، ده اقصى سويتشنج فريكوانسي تعمل لك باور لوس. لو الفريكوانسي عالي عن الرقم ده هتلاقي ان الباور لوس كورنر فريكوانسي. هو ده الكورنر فريكوانسي يا باشمهندس؟ لا ده مش، لا 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 مش الكورنر، الكورنر فريكوانسي بيبقى عنده السويتشنج بتساوي الاون زائد الاوف، بتساوي الاون زائد الاوف. لا ده مش الكورنر فريكوانسي، ده حاجه وده حاجه، ده حاجه وده حاجه. طب هو ده بيمثل ايه بالظبط؟ هنا في الكيس بتاعتنا هو الراجل اهمل الاون والاوف، مالكش دعوه بيهم. كل ما بتعلي السويتشنج فريكوانسي كل ما الباور لوسز بتعلى، تمام؟ صح. فهو قال لك انا عايز اقصى باور لوس في الديفايس تبقى ليميتد ب 200. خلاص انا اللي اعرفه ان الباور لوس دلوقتي هتبقى سويتشنج بس، لان مفيش لا اون ولا في اوف. والسويتشنج باور لوس هي عباره عن الجي سويتشنج اللي انا حسبتها اللي هي الرقم ده مضروب في السويتشنج فريكوانسي. فمن المعادله دي جبت الكورسبوندنج سويتشنج فريكوانسي الماكسيمم اللي يديني باور لوس ب 200. طب لو الفريكوانسي عالي عن الرقم ده الباور لوس هتعلى عن 200، فالديفايس ممكن يحصل فيها مشاكل. فده كده يعتبر اقصى سويتشنج فريكوانسي انا مسموح اشتغل بيه. لكن الكورنر فريكوانسي هو مش اقصى سويتشنج فريكوانسي، الكورنر فريكوانسي ده كان رقم مميز لان عنده الاون والاوف بيساوي السويتشنج، لكن ده مش اقصى فريكوانسي انا مسموح اشتغل بيه. تمام. اقصى فريكوانسي مسموح تشتغل بيه هو اللي يزود لك الباور عند الماكسيمم فاليو بتاعتها، بحيث ان الجنكشن تمبريتشر بتاعه الديفايس تبقى عند الماكسيمم الاولابل فاليو بتاعتها. وضحت الجمله دي ولا جمله كبيره شويه؟ تمام جدا، ماشي كده. طيب دي كانت مسائل على ازاي انك تحسب اللوسز وازاي انك تعمل ديزاين لل الهيت سينك. اوكي طيب اخر جزء بقى عايزين نتكلم فيه في جزء دكتور نجار هو البروتكشن. تعالوا نتكلم على البروتكشن. احنا عايزين نبروتكت الديفايس من ايه؟ في الحقيقه احنا عايزين نبروتكت الديفايس من اربع حاجات. رقم واحد من الهاي دي في باي دي تي، رقم اتنين من الهاي دي اي باي دي تي، رقم ثلاثة من الاوفر فولتج، رقم أربعة من الأوفر كرنت. أنا عايز أحمل ديفايس من الأربع حاجات دول. طيب مبدئيا ناخد واحدة واحدة كده، نبدأ بأول واحدة فيهم اللي هي الهاي دي في باي دي تي. طيب أنا ليه عايز أحمل ديفايس من الهاي دي في باي دي تي؟ لو رجعت معايا كده للسكشن اللي أنا شرحت فيه السيرستور وقلت لك إيه هي طرق التيرن أون بتاعته، قلت لك ان السيرستور دوت ممكن يشتغل لو حصل عليه ريت اوف تشينج للفولتج برقم كبير. انا فاكر دي لما قلت لك ان السيرستور من جوه الجنكشن رقم 2 كانت لما بيبقى فورورد بايزد الجنكشن رقم 2 بتبقى ريفرس. السيرستور كان من جوه عباره عن ثلاثه جنكشنز لو تفتكروا، كان بي ان بي ان، ده الانود وده الكاثود وهنا كان الطرف بتاع الجيت لو حد فاكر يعني. فقلت لك ان لو الديفايس بتاعتك او لو السيرستور بتاع حضرتك فورورد يعني الموجب على الانود والنيجاتيف على الكاثود، فالجنكشن رقم واحد دي هتبقى فورورد شغاله فتحت خلاص، الجنكشن رقم ثلاثه دي هتبقى فورورد فتحت اوكي، لكن الجنكشن رقم اثنين دي ريفرس لان الان هنا والبي هنا.
فبالتالي الجنكشن رقم 2 دي المنطقه دي كده بتاكت اكنها كاباستور، كاباستور بتاع الجنكشن. فانا لو حطيت ما بين الانود والكاسود، او لو عملت ابلاي بهاي دي في باي دي تي، او عملت ريت اوف تشينج للفولتج بشكل كبير، التيار اللي هيمشي في الكاباستور هو عباره عن قيمه الكاباستور في الدي في باي دي تي. فلو الدي في باي دي تي دي كانت رقم نسبيا كبير، هتلاقي التيار ده نسبيا هو كمان رقم كبير، وممكن يقدر يفتح الجنكشن دي ويشغل السيرستور حتى لو ما بعتش بالص على الجيت. فده اللي احنا قلناه قبل كده. فانا مش عايز ده يحصل في الدايره في الحقيقه، انا مش عايز السيرستور يشتغل لو حصل عليه هاي دي في باي دي تي، انا عايز السيرستور يشتغل لما ابعت له بالص على الجيت يعني. اوكي، مش عايز اللي انا شرحته ده يحصل يعني. علشان نبروتكت السيرستور من الهاي دي في باي دي تي، قلت لي يبقى انا محتاج حاجه تجبر الفولت على السيرستور انها تزيد بالراحه، يعني ما يحصلش كده، ما يبقاش الفولت مثلا ريت اوف تشينج بتاعه سريع بالشكل ده. لا، انا مش عايز ده يحصل، انا عايز الفولت يزيد بالراحه خالص بالشكل ده. فعشان نعمل ده، عشان الكيس دي يتحقق عندي، قلت لي في ديفايس او في اليمنت كده خدناه زمان في السيركتس بيمنع ان الفولت يتغير بشكل سريع، اللي هو الكاباستور. وبالتالي احنا عايزين نعمل دلوقتي ديزاين لسيركت بنسميها عندنا السنابر، ديزاين اوف سنابر سيركت. عايزين نعمل ديزاين للسنابر سيركت، ودي دايره في الحقيقه هتمنع ان السيرستور بتاع حضرتك يحصل عليه تغير فجائي في الفولت. بص يا سيدي، مبدئيا السيرستور بتاعنا اهو، ومثلا هنعتبر ان هو بيغذي لود وليكن ريزيستنس مثلا يعني، وعندنا هنا السبلاي بتاعنا ده السبلاي، ودي ريزيستنس اللي هي اللود مثلا ولا حاجه. طيب السيرستور ده عشان نحميه هنركب معاه السنابر سيركت اللي هي هيبقى عباره عن كاباستور وريزيستنس، بنسمي كاباستور سي اس والريزيستنس بنسميها ار اس. وهقول لك ايه فايده الريزيستنس، ليه ما حطيناش كاباستور بس كمان شويه يعني. طيب ده مفيش مشكله، حد هنا تمام؟ تقول لي بس معلش قول لي ايه اللحظه اللي هيحصل فيها هاي دي في باي دي تي، فين اللحظه اللي هيحصل فيها هاي دي في باي دي تي؟ تقول لي اول ما بدخل السبلاي على الدايره. طبعا انت عشان تشغل الدايره دي اكيد بيبقى فيه سويتش، السويتش ده اللي هو ممكن يبقى سيركت بريكر، ممكن يبقى سويتش عادي مثلا الكترونيك سويتش ايا كان يعني. المهم فيه سويتش هنا، السويتش ده هو اللي بيدخل الباور سبلاي على الدايره، الباور سبلاي اللي هو ده. اوكي، ففي اللحظه اللي هيخش فيها الباور سبلاي على الدايره، منطقي وطبيعي ان انت السيرستور ما كانش عليه فولت، فجاه شاف الفولت بتاع السبلاي، فانت ممكن تلاقي الريت اوف تشينج بتاع الفولت اللي عليه شكله كده، او شكل الفولت اللي عليه بالشكل ده. ادي الفولت بتاع السبلاي اللي هو المفروض يشوفه، ممكن تلاقي الدنيا بقت بالشكل ده. ده كده في عدم وجود الكاباستور. ده ممكن يحصل. المنطقه دي بقى، المنطقه اللي هنا دي فيها الدي في باي دي تي على السيرستور عالي قوي، ففي الحقيقه ممكن تشغل ويحصل اللي انا قلته لك من شويه. صح الكلام ده ولا انا الكلام مش واصل؟ يا شباب هو النت فصل ولا ايه؟ تمام يا باشمهندس. حد عنده مشكله طب في اللي انا قلته دوت؟ لا تمام. طيب جميل قوي. ففي وجود الكاباستور بقى هيعمل ايه؟ ويز الكاب بقى، ويز الكاباستور، هتلاقي اللي هيحصل الاتي بقى، مش هيحصل الهاي ريت اوف تشينج ده. الفولت هيوصل للفي اس مفيش مشكله خالص، بس هتلاقي الدنيا المعدل بتاعها بطيء شويه، لان المكثف احنا عارفين من زمان انه ما بيسمحش ان الفولت يتغير بشكل سريع، فهتلاقي انه الدنيا تاخد لها وقت شويه. فهنا هتلاقي الدي في باي دي تي بتاعتك ايه؟ قلت صح؟ تمام يا جماعه؟ ايوه تمام. طيب احنا عرفنا المشكله كانت ايه وتتحل ازاي، عايزين بقى نعمل ديزاين للسنابر سيركت دي. يعني ايه ديزاين؟ يعني حضرتك بعد اذنك اعرف لي قيمه المكثف تبقى بكام، قيمه الار اس تبقى بكام، بحيث such that اكتبها لك جنبها اهو، ان انا اخلي الدي في باي دي تي على السيرستور بيساوي رقم معين.
طبعا ال dv by dt ده ال dv by dt دوت بالنسبه للسيرستور يعني بيبقى ليه ماكسيمم فاليو، وده موجود في الداتا شيت بتاعه. يقول لك ان الهاي او الماكسيمم دي في باي دي تي للسيرستور مثلا ب 50 فولت بير مايكرو سكند مثلا، فده بيبقى جيفن معروف يعني. فانا هبقى عايز احط السنابر سيركت بحيث ان الرقم بتاع الدي في باي دي تي يبقى اقل من ال 50 فولت بير مايكرو سكند، وانا ما ينفعش يعني اشغله على الكريتيكال فاليو، يعني اخلي الفولت مثلا يبقى 20 فولت بير مايكرو سكند، 15 فولت بير مايكرو سكند، اخلي الدي في باي دي تي اقل دايما من الماكسيمم فاليو عشان السيرستور ما يتحرقش او يعني ما يشتغلش غصب عني، يعني ما يشتغلش غصب عني. وبالتالي عايزين بقى نعرف السي اس والار اس بكام. ماشي كده، حد هنا تمام؟ طيب ده كلام كويس قوي، ركز معي، نرسم الدائرة هنا من جديد. حد وقع مني يا جماعة؟ لا تمام يا باشمهندس. وكم واحد حاضر للسكشن؟ كم واحد حاضر للسكشن؟ تسعة. تسعة ده وانا، تسعة ده وانا، يعني انتوا تمانية ما شاء الله، يعني حاجة وتمانين واحد حاضر منهم تمانية. هو المعدة مش مناسب الكل ولا ايه؟ المفروض الناس كلها دلوقتي في بيوتها، يعني المعدة مش مناسب الكل. طب لما نزلته للناس وبلغته للناس، ولا هما يعني قال لك السكشن كده كده هيتسجل فيعني مش لازم نحضر؟ اه احنا بلغنا الناس، وهو كان في كام طالب قال لي ان هو مش مناسب معاه، وما كناش قلنا قبلها ان هو هيتسجل ولا حاجة. كم طالب ده؟ انت بتتكلم في الدفعة كلها يا عم، كم طالب ايه؟ بتتكلم في العدد كله، انتوا 8 من 85، يعني بتتكلم في 77، 77 واحد مش حاضر يعني. طيب عموما لو استمر بالمنظر ده انا مش هسجل السكشن، يعني المره دي مفيش مشكله، سجلوه كملوا تسجيل، بعد كده مش هسجل السكشن لو بالمنظر ده. بس هو بس عشان اول مره اونلاين فبيبقى في بس لخبطه على ما الناس بتظبط مواعيدها، ممكن لو المره الجايه لحضرتك هتلاقي العدد اكبر باذن الله، يعني كل الناس ظبطت المواعيد. لو الناس عندها ازمه نعرف برضك في قد ايه ونبلغ حضرتك اللي عنده مشاكل برضه. ما عنديش مشاكل خالص يعني، بس يعني ما ينفعش يبقى عدد يعني عدد الدفعة مثلا 85 ويحضر 8 يعني. لا لا بس ممكن يكون مثلا حد خد باله من الميعاد او حاجه. انا نفسي داخل بالصدفه لقيت ان الميعاد الساعه 8 مع انه مبعوث من بدري وانا اللي ما خدتش بالي، ف يعني الناس عملت اللي عليها وبعتت بس ما خدناش بالنا، ممكن يكون ما خدوش بالهم برضه. ماشي ماشي ماشي. طيب زي ما قلت لك احنا عايزين نعمل ديزاين للهيتس للسنابر سيركت، فاحنا عايزين نعرف السي اس والار اس دول نحسبهم ازاي. طيب ادي يا سيدي السنابر، ادي الار اس وادي السي اس. طيب حضرتك وصلت السبلاي على الدايره، طيب هل السيرستور شغال؟ هل السيرستور ده شغال؟ حد يجاوبني، انا وصلت السبلاي على الدايره، هل السيرستور هو شغال دلوقتي ولا مش شغال؟ افترض لا، هو لا 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 مش شغال طبعا، لان لو شغال اصلا يبقى كل اللي احنا بنهدف دوت اصلا يعني ما يعني احنا ما مثلا بنقول اي كلام في الفاضي، لان لو هو شغال يبقى الفولت اللي عليه صفر، لكن هو مش شغال لانه هيشيل الفولت بتاع السبلاي صح؟ فالسيرستور معانا دلوقتي اوف. حد معترض على ده؟ حد معترض على دي؟ لا تمام لا تمام بما انه اوف يعني حضرتك البرانش بتاعه ده تقدر تمسحه باستيكا، السيرستور ده امسح البرانش بتاعه باستيكا اهو يا عم عشان ما يلخبطناش. بس خلي بالك من حاجه، ان الفولت ده هو الفولت اللي على السيرستور. حد معترض؟ لا تمام جميل قوي. في طيار هيمشي في الدايره ولا مفيش؟ اه لا لا ليه؟ ليه لا؟ على الكباستور لسه مش شحنش، ولا بعتبر ان هو شحن يبدا يشحن بقى. طب خلاص يبقى اعدي. تمام جدا، ممكن حضرتك تجيب لي اكسبريشن للتيار ده؟
دي بسيطة جدا. خدنا في السيركتس زمان الفولت اللي على الكاباستور بيساوي V capacitor steady state plus V capacitor O ناقص V capacitor steady state في E power negative T على T. وفاكرين المعادلة الرزلة دي؟ كتبوها زمان في السيركت. ترانزيت حل الترانزيت لسه ما وصلناش للستيدي ستيت. ده ترانزيت للفيرست اوردر سيركتس اللي هي السيركتس يبقى فيها element واحد كاباستور او كويل واحد. ايوه طيب الكاباستور V steady state بكام؟ الفولت بتاع الكاباستور هيوصل لكام فاينالي لو سيبنا الدايره دي كده؟ يوصل V S supply. طب ال V C O اللي هو الانيشيال، هل الكاباستور انيشيال اول ما حطيت سبلاي كان مشحون؟ قلت لي لا، الراجل ده زيرو. طب التاو بكام؟ التاو ده هو التايم كونستانت اللي هي عباره عن ار ثيفنن مضروبه في قيمه الكاباستور سي. ار ثيفنن هي الايكويفالنت ريزيستنس ما بين طرفين المكثف، يعني المكثف بتشيله كده وتشوف المقاومه بين اطرافه بكام، اللي هي تبقى ار اس بلس ار سي. سي اس طبعا هي سي سناب. وبالتالي الفولت بتاع الكاباستور هيبقى عباره عن ظبط المعادله شويه، هيبقى في اس واحد ناقص اي باور نيجاتيف تي على تي. دي كده معادله الفولت على الكاباستور. تعرف تجيب لي الكرنت ولا ما تعرفش؟ الكرنت هو سي اس في دي في سي باي دي تي، صح؟ مش خدناها زمان دي؟ فاضل الفولت واضربه في الكاباستنس دي التيار. فاضل كده معايا، لو فضلت الاكسبريشن ده هيطلع معاك ايه؟ طبعا سي اس بره ماليش دعوه بيها وفي اس بره ماليش دعوه بيه، فاضل اللي جوه بقى كده. واحد يديك صفر ناقص، فاضل الاكسبوننشال هيديك بلس اي باور نيجاتيف تي على تاو وتنزل تاو تحت. حد عنده مشكله في التفاضل ده؟ لا تمام. فك التاو، فك التاو بالاكسبريشن بتاعها اللي هو ده، هتلاقي الكاباستنس في المقام تروح مع الكاباستنس اللي في البسط. يتبقى معاك ان الراجل ده بيساوي في اس على ار زائد ار اس اي باور نيجاتيف تي على تي. وده كده الاكسبريشن الكرنت. نفتح المايك اقفله بس عشان شكله بياكل تقريبا. مين اللي بياكل يا جدعان؟ طيب يبقى ده كده الكرنت اللي ماشي في الدايره. عفوا. طيب انا اللي يهمني في الاخر ايه؟ انا عايز اعرف الفولت اللي على السيرستور، السيرستور شايف ايه؟ ده اللي يهمني. القصه دي كلها معموله عشان السيرستور اصلا. حضرتك تعرف تجيب لي الفولت اللي على السيرستور؟ قلت لي ده عبيط خالص. الفولت اللي على السيرستور هو الفولت بتاع السبلاي ناقص الدروب اللي حصل في المقاومه، صح؟ المقاومه ار، الار دي. خد كيف يقل في اللوب دي، يعني خد كيف يقل في اللوب دي، لف في اللوب دي كده، هتلاقي ان الفولت بتاع السيرستور هو السبلاي ناقص الدروب اللي على الريزيستنس ار. وبالتالي الفولت بتاع السيرستور لو انا عايز احسبه هيبقى عباره عن الفولت بتاع السبلاي ناقص التيار اللي حضرتك حسبته مضروب في الريزيستنس، يعني هيساوي في اس ناقص في اس ار على ار زائد ار اس في اي باور نيجاتيف تي على تي. صح الكلام ده؟ مظبوط؟ تمام فهمت. يبقى ده كده الفولت اللي على السيرستور. انا بقى عايز اجيب ايه؟ انا عايز اجيب الدي في سيرستور باي دي تي. مش هو ده الدي في باي دي تي اللي على السيرستور، ولا انا بقول اي حاجه؟ انا عايز اعرف الراجل ده بكام. هو ده هدفي، عشان اعمل الرقم ده ليميتيشن. الرقم ده انا عايز اعمله ليميتيشن. دي بسيطه خالص. بص يا سيدي، الفولت اللي على السيرستور لما جينا رسمناه من شويه قلت لك هو هيبقى شكله حاجه كده. هو فاينالي هيوصل للفي اس، فهيطلع معاك المنظر ده. تلاقيه طالع معاك كده. ويثبت خلاص. ده الشكل اللي هيحصل معاك بالظبط. طيب انا عشان اجيب الدي في باي دي تي قلت لي ده سلوب، صح؟ دي في باي دي تي ده الدريفاتيف او السلوب. طيب فاحنا عشان نبسط الدنيا شويه بناخد السلوب بتاع اللينير بورت، اللينير بورت بتاع الكيرف اللي هو الجزء الاولاني ده.
فاخرنا او بنختار نقطتين على اللينير بارت ده، نقطه الصفر، نختار نقطتين، نقطه الصفر ونقطه تانية عند تايم تاو. هو التاو ده في الاخر تايم يا جماعه صح، السكندز. فبنختار نقطتين على اللينير بارت ونحاول ان احنا نجيب السلوب بتاع الخط ده، هو ده يبقى الدي في باي دي تي بتاعي. ده طبعا حاجه تقريبيه عشان بس يعني لو حد سال، دي حاجه ابروكسيميت بس عشان نسهل الدنيا على نفسنا ونعرف نطلع قانون يعني. اوكي طيب، فالفولت هنا ده في سايرستر اوف زيرو، والفولت هنا ده في سايرستر اوف تاو. حاجه عشان تجيب السلوب او الدي في باي دي تي ديت، هنستخدم اللي انا عملته الطريقه الابروكسيميت ديت، هتبقى عباره عن في ساي ريستر اوف تاو ناقص في ساي ريستر اوف زيرو، يبقى انت كده جبت المسافه دي، على تاو ناقص زيرو الاوبوزيت على الادجسنت. طيب تعال نجيب في ساي ريستر اوف تاو ونجيب في ساي ريستر اوف زيرو، عايزين نطلع الاكسبريشنز ديت عشان نعوض. فوق بقى اهو ده الفولت اللي على الساي ريستر، عوض لي عن التي بتاو. لو عوضت عن التي بتاو هيديك اي باور نيجاتيف 1، اي باور نيجاتيف 1 دي اللي هي 0.36 او 0.37 تقريبا. نجيب بس الرقم بالظبط، يطلع معاك الرقم ده بالظبط 0.367. فهيبقى في اس ناقص 0.367 في اس ار على ار زائد ار اس. طيب في ساي ريستر اوف 0 بيساوي كام؟ حط ال تي بيساوي 0، اي باور 0 بتساوي 1 صح؟ فيبقى عندك في اس ناقص في اس ار على ار زائد ار اس. ده كده الفولتج على ساي ريستر التايم بيساوي 0. خلاص جبت الاثنين اكسبريشنز دول، معلش بعد اذنك اطرحهم لي من بعض. يبقى في ساي ريستر اوف تاو، احنا بس بنظبط الدنيا عشان في الاخر اعوض في الاكسبريشن ده، بس ايه باخدها خطوه خطوه. ناقص في ساي ريستر اوف زيرو، لو طرحتهم من بعض يطلع لك ايه؟ اطرح كده المعادلتين دول من بعض، المعادلتين دول اطرحهم من بعض كده، هتلاقي ان الفي اس يطير مع الفي اس، ده هيطير مع ده، الف سلام. اطرح بقى اللي فوق من اللي تحت، هيطلع معاك 0.632 في اس ار على ار زائد ار اس. يبقى ده كده البسط بتاع القانون اللي هو الدي في باي دي تي. هنقسمه بقى على التاو، يبقى لو جيت تقسم على التاو هيطلع معاك ان الدي في ساي ريستر باي دي تي هيساوي 0.632 في اس ار على، بص كده معايا المقام هنا في ار زائد ار اس وفي تاو كمان، التاو اللي هو ار زائد ار اس في السي اس، فهتبقى المقاومات البراكت بتاعها سكوير R زائد RS سكوير في CS. ده كده expression ال DV by DT للساي ريستر. تمام؟ قلت لي زي الفل. بس خلي بالك لو انت well known بالنسبه لك ال DV by DT، بحيث ان انا عايز اعمل له limitation عند رقم معين، ده هيبقى معايا مش مفيش فيه مشكله. المعادله دي لو خدت بالك فيها الاثنين unknowns بتوعك، فيها ال RS بكام معرفوش، وفيها ال CS بكام معرفهاش. فانا هجيب ازاي مجهولين من معادله واحده؟ ففي حاجه تانية في الحقيقه بنعملها عشان نجيب الار اس. بص يا سيدي، هو انت السايرستور ده اتفقت معايا ان هو ايه؟ مش شغال دلوقتي صح؟ والدايره بالشكل ده، ادي الفي اس وادي السي اس وادي الار اس وادي الار. السايرستور مش شغال صح؟ قلت لي تمام. لو سبت الدايره دي مثلا كام ملي سكند كده، ان طبعا الكباستور بيشحن في وقت صغير قوي، ف كم ملي سكند هتلاقي الكباستور شحن والفولت اللي عليه بقى في اس، يعني الفولت اللي هتلاقيه على المكثف ده كده هتلاقيه في اس، خلاص شحن خلاص. اول ما السايرستور تشغله تبعت له بالص على الجيت بقى شورت سيركت صح؟ السايرستور دلوقتي انا شغلته مظبوط كده؟ سامعني يا جماعة ولا لأ؟ ألو سامعني؟ ألو حضرتك سامعني؟ سامعينك يا باشمهندس. سامعك أه، سامعني كده؟ أه تمام. فالسايرستور أنا بعت له بلصة على الجيت اشتغل،
لازم كانت الار اس بقى تبقى موجوده عشان تلمت التيار بتاع الديسشارجنج بتاع الكاباستور اي ديسشارجنج نسميه الاي دي. لو الار اس دي ما كانتش موجوده هيمشي تيار عالي قوي في السيرستور وفي الحقيقه ممكن يبوظه. فلازم عشان الميت الاي دي ده لازم كنت احط مين؟ احط السنابر ريزيستنس الار اس اللي هي تبقى عباره عن الفي اس على ار اس يديك التيار بتاع الديسشارجنج. هو بقى هيقول لك في المساله الديسشارجنج كارنت ده اسمه الديسشارجنج كارنت وده هيبقى جيفن ما تحملش همه يعني ده هيبقى معاك. هيقول لك مثلا ب 10 امبير ب 20 امبير ايا كان يعني هيقول لك هو الرقم ده بكام. فالاي دي هيبقى معاك طبعا السبلاي كده كده بيبقى جيفن ده ما فيهوش مشكله هتقدر تحسب الار اس. فانت من المعادله دي بتجيب الار اس بمنتهى السهوله. جبت الار اس من المعادله دي نطلع فوق بقى نقدر نحسب السي اس بمنتهى السهوله برضو لان مش هيبقى معاك غير مجهول واحد اللي هو السي اس. فمن هنا تجت سي اس بمنتهى البسط كده انت جبت الار اس والسي اس فاضل حته بس صغيره انك تحسب الباور ريتنج بتاع الار اس. لازم نكالكيوليت الباور ريتنج اوف الار اس. ما تنساش تعملها عشان ما تنقصش دي لازم تبقى مطلوبه لان انا ممكن اجيب لك مقاومه ار اس مثلا فور اكزامبل يعني ب 3 اوم مقاومه تستحمل 10 ملي وات 3 اوم تستحمل 10 ملي وات و3 اوم تستحمل 10 وات. فانت لازم تبقى مديني الباور ريتنج بتاع الار اس بكام. اوكي فعشان نحسب الباور ريتنج بتاع الار اس قلت لي ببساطه هو مش الكاباستور ده كل الانرجي اللي جواه بيفرغها في الار اس. على فكره الكاباستور هنا كان مشحون ومشحون بقيمه الفي اس سبلاي فكل الانرجي ستورد اللي جواه اللي هي نص سي في سكوير هتتفرغ في المقاومه. هي دي الدايره اللي هو بيفرغ فيها فهتتفرغ في المقاومه الار اس هتروح هيت ديسيبيشن هتروح حراره اوكي كده. طيب يبقى انا اقدر اقول لك ان الانرجي ستورد اللي جوه الكاباستور بتتفرغ في الريزيستنس. قلت لي مظبوط جميل مفيش مشكله. وخلي بالك ان العمليه دي بتتكرر مع تشغيل وفصل الديفايس. السيرستور ده لما يفصل المكثف يشحن. ركز معايا في الجمله اللي جايه دي. السيرستور لما يفصل المكثف يشحن لما يرجع يشتغل السيرستور المكثف يفرغ. سيرستور لما يفصل المكثف يشحن لما سيرستور يرجع يشتغل المكثف يفرغ وهكذا. وبالتالي لو انا عايز اجيب الباور ريتنج بتاعت الريزيستنس ار اس هتبقى عباره عن نص سي اس في الفولت بتاعها سكوير اللي هو طبعا اقصى فولت هيتشحن بيه الكاباستور. دي انرجي انا عايز اجيب باور اقسم انرجي على مين؟ انرجي على التايم اقسم على البريوديك تايم بتاع حضرتك. طبعا واحد على البريوديك تايم اللي هو مين؟ فريكونسي لو سويتشنج فريكونسي بتاعنا. وبالتالي واحد على تي ده كده اللي هو اف اس. فاحنا ممكن نشيلين بقى دي كده طالما انت منتهى خلاص شيلها كده خالص ونضرب فيه الاف اس. يبقى انت كده جبت الباور ريتنج بتاع الريزيستنس. اوكي كده باشمهندس انا وانا في سؤال في دماغي يعني من ساعه ما ذكرت الحته دي. اتفضل. هو انا دلوقتي كان دكتور نجار شرح ان احنا بنحط دايد علشان نحمي من الريفرس كارنت وبنحط على الدايد ده بارلل معاه اكسترنال ريزيستنس علشان لما يجي الدايد ده يصد في وقت التفريغ يبقى الريزيستنس عالية. طب انا دلوقتي لو حطيت معهم كويل هو طبيعي احط معهم كويل علشان اليمت الكرنت وما يبقاش عالي. بتحط كويل برا هنا كده بتحط كويل هنا كده. هل في سؤال ان انا يبقى فيه كويل او كده؟ لا يعني ايه في سؤال ان يبقى فيه كويل مش فاهم. انا جيت افكر فيها ان انا مثلا لو في الدايرة بتاعت السنابر دي حطيت معها كويل فجيت احاول احلها بدماغي لقيت نفسي مش عارفه اتحرك يعني لقيت نفسي كويل مكانه هنا. اوكي طب ليه مش مع الار اس؟ لا ما هو وظيفه الكويل عشان تبقى بس واخد بالك يعني بتظهر لما السيرستور يشتغل. السيرستور لما بيشتغل بيقوم مشرط هنا فلما بيشرط هنا التيار اللي بيمشي في الدايره بيبقى معدل التغير بتاعه عالي قوي.
تيرستور لما بيشرط هنا هو بيلغي كل اللي فوق ده، كل اللي فوق ده اتلغى خلاص. عشان كده انت لازم الكويل يتحط بره دائرة السنابر، ملوش علاقة بيها. يبقى شور ساركت. ما هوش كده برضو، ما الكباستور لازم هيفرغ. ما هو طب المشكلة يا سيدي الكباستور هيفرغ هنا. ماشي، ما الدي اي باي دي تي ممكن تبقى عالية. الدي اي باي دي تي ممكن لا مش هيحصل لسبب، مش هيحصل لسبب لان التغير في الفولت اللي على الكاباستور اللي هو الفولت، ماشي طبعا الرسمه باظت، الجزء ده اللي هو الفولت اللي على الكاباستور هتلاقيه بيتغير بشكل بطيء، يعني الكاباستور بيفرغ براحته. فالدي اي هتبقى زي شبه مثلا الفولت او كده، مش هيبقى رقم عالي. لا مش هيبقى رقم عالي، لان اللي هيبقى قريب من معدل تغير الفولت برضه. هيبقى قريب من معدل تغير الفولت، يعني هي مش حاجه شبه كده، بس يعني اللي بيخلي التيار يتغير بشكل فجائي هو تغير الفولت بشكل فجائي. انا بتكلم في الدايره اللي فوق دي، لان الدايره عباره عن كاباسيتف وريزيستنس، ريزيستنس غلبانه اللي هي الار اس ما بتعملش حاجه، كل اللي بتلمت التيار شويه. فانت مين اللي يخلي التيار يتغير بشكل فجائي؟ ان الفولت يتغير بشكل فجائي، وده مش هيحصل لان هنا مكثف، والمكثف الفولت اللي عليه هيتغير بشكل بطيء. عادي يعني. فهمت حضرتك. اوكي طيب، تعالوا ناخد مساله على السنابر، ويعني ستريت فورورد مش صعبه. المساله موجوده عندنا في الشيت. طيب بيقول لك ديزاين سنابر سيركت فور ثيريستور فيدنج ريزيستيف لود اوف 5 اوم. طبعا ده اللود يبقى دي الار from and 10 volt power supply، يبقى ده كده هو ال VS. The switching frequency of the thyristor is 2 كيلو، يبقى ال FS بالرقم ده. The discharge current could be limited to 100 ampere، يبقى ده ال ID low discharging current. And the dV by dt الداك لازم تبقى بالرقم ده. مفيش مشاكل خالص. لو انت حافظ المعادلة حطها على طول مفيش مشكلة، لكن لو يعني هتتلخبط فيها او في كتابتها اعرف بتثبتها ازاي، وهي اثباتها مش صعب يعني، عشان بس ما تضيعش الدرجات. طيب المعادله بتاعت الدي في باي دي احنا لسه كنا اثبتناها من شويه، كانت طالعه معانا 0.632 في اس في ار على ار زائد ار اس سكوير في السي اس. طبعا قلت لك المعادله دي فيها مجهولين، فانا مش هعرف اتعرض لها دلوقتي غير لما احسب الار اس الاول. قلت لي الار اس عبيطه خالص، هي في اس على الاي دي، يعني 200 على ال 100 هيطلع ب 2 اوم. هاخدها بقى واحطها في المعادله ناحيه الشمال. الدي في باي دي تي ب 100، بس خلي بالك 100 في 10 اس 6 اوعى تنسى عشان المايكرو تحت، هيساوي عوض بقى بكل الارقام اللي معاك 0.632 في 200 ار اللي هي ب 5 على 5 زائد 2 سكوير في السي اس. تقدر من هنا تجيب السي اس بسهوله، هيطلع معاك السي اس ب 0.129 مايكرو فاراد. اخر حاجه انك تجيب الباور ريتنج بتاعت الار اس اللي هي نص سي اس في الفي اس سكوير في السويتشنج فريكونسي اللي هو ب 2 كيلو. طبعا معاك كل الارقام تقدر تجيب الباور دي بسهوله، هتطلع معاك 5.2 وات. يبقى ده كده الباور ريتنج بتاع الريزيستنس. والحقيقه عشان ما ابقاش كذاب يعني، الباور ريتنج اللي انا حسبتها للريزيستنس دي على افتراض مني ان الكل الانرجي لوسز، اسف، كل الانرجي ستورد اللي في الكاباستور فرغها في المقاومه. في الحقيقه ده مش بيحصل يعني، عشان للامانه العلميه يعني، ان جزء من الانرجي، كل الانرجي اللي كانت ستورد في الكاباستور جزء منها بيروح في المقاومه والثيريستور، الثيريستور اللي كان هنا ده. لان الثيريستور ما بيبقاش شورت سيركت، ما يعني مش حاجه اسمها شورت سيركت في الحقيقه يعني. ففي شويه انرجي من الكاباستور بيروحوا في الثيريستور، يعني مش هكذب عليك، ولكن تقريبيا يعني. وانا يعني كده انا مفترض اسوء الظروف يعني، ان انا الانرجي ستورد كلها اللي موجوده في الكاباستور اتفرغت في المقاومه،
فانا لو جبت مقاومه مثلا تستحمل ال 5.2 واط اللي انا حسبتها دي، فعليا مش هيحصل فيها او مش الريتنج او الباور اللي هتروح فيها مش هتوصل ل 5.2 في الحقيقه، ممكن اخرها يبقى 4.8 مثلا، 4.9 5 يا سيدي، واصله الفكره يعني. لكن ده دي يعني حاجه ابروكسيميت عشان بس ايه يعني نسهل الدنيا على نفسنا يعني. اوكي حد هنا تمام؟ اه تمام يا باشمهندس. طيب ده ازاي انك تحمي المكثف السيرستور اسف من الهاي دي في باي دي تي. رقم 2 الهاي دي اي باي دي تي. ازاي احمي السيرستور من الهاي دي اي باي دي تي؟ فاللي بنعمله ان احنا نعم ولا حضرتك هنحط اندكتنس صح؟ هنحط كويل ايوه، واللود عادي اللي متركب دوت ملناش دعوه بيه، فبنحط كويل. ده الفي اس. اوكي طيب في الحقيقه تاثير الكويل او وظيفه الكويل بتظهر لما الراجل ده بيشتغل، لما الراجل ده يبقى شورت سيركت اول ما يشتغل يعني. تمام، لان الراجل ده اول ما يشتغل انت اكنك عملت بدل ما الدايره كانت اوبن عملت شورت سيركت في الدايره او قفلت الدايره. اوكي بشكل سريع يعني، فهتلاقي ان التيار بيزيد بمعدل عالي، فلازم نليمت الريت اوف تشينج بتاع الكارنت دوت، عشان ده لو كان رقم كبير نسبيا بيعمل لنا جوه الديفايس حاجه اسمها هوت سبوتس. هوت سبوتس دي زي حتت كده، مناطق معينه في الديفايس كده بدرجه حرارتها بتعلى، وممكن تؤدي الى توتال بريك داون في الجنكشن بتاعت السيرستور يعني. اوكي فلازم نليمت الدي اي باي دي تي عشان ما يعملناش مشاكل. تاني طب ما هو في اليمنت تاني احنا بنستخدمه وده ما بيسمحش ان التيار يتغير بسرعه اللي هو الكويل يعني. اوكي طيب حضرتك لو جيت انيشيالي طبعا قبل السيرستور ده ات تي بيساوي 0 ماينس 0 ماينس اللي هي ايه؟ يا دوب قبل السيرستور ما اشتغل التيار كان بكام؟ التيار في الدايره كان بكام؟ التيار ده زيرو. طيب بيساوي 0 بلس التيار في الدايره بكام؟ يعني ايه 0 بلس؟ يعني مش هو يعني يا دوب اول ما السيرستور يقفل زيرو برضه. تمام ليه؟ لسه ما اتحركش كرنت عشان في كويل، والكويل ما بيسمحش ان التيار يتغير انستنتينيوس لان انت تقريبا عند نفس صح؟ وبالتالي اقدر اقول لك لو انت فهمت الكلمتين اللي انا قلتهم دول ان في لحظه قفل السيرستور او تشغيل السيرستور كل الفولت بتاع السبلاي هيقع على مين؟ الكويل. هل في فولت على المقاومه؟ لا، لان التيار بكام؟ بزيرو في لحظه كده صح كده؟ وبالتالي اقدر اقول لك ان الفي بيساوي قيمه الكويل في الدي اي باي دي تي، لان الفولت اللي على الكويل طبعا ال دي اي باي دي تي. اوكي طبعا السبلاي بيبقى ليه ماكسيمم فاليو، لو انت شغال مثلا السبلاي ساين ويف، ساين ويف بيبقى ليها بيج فاليو رقم معين، فانت هتستخدم في اللحظه دي الماكسيمم فاليو بتاعت السبلاي عشان هي دي اللي هتديك اعلى دي اي باي دي تي. فانت من هنا تقدر تجيب الدي اي باي دي تي الماكس بتساوي قيمه السبلاي الماكس مقسومه على الاندكتنس بتاعتك. فمن هنا تقدر تجيب او تعمل ديزاين للال بقى، انت عندك السبلاي الماكس برقم ومطلوب منك انك تلمت الدي اي باي دي تي وتخليه برقم، تقدر تجيب من هنا قيمه الكويل بكام او الاندكتنس بكام. بسيطه فكرتها بسيطه يعني. ماشي كده زي الفل. طيب اخر حاجتين نختم بيهم جزء دكتور نجار. رقم 3 ازاي بقى احمي السيرستور بتاعي من الهاي من الاوفر كارنت، خلينا نسميها من الاوفر كارنت. الاوفر كارنت بروتكشن. عشان نحمل السيرستور بتاعي من الاوفر كارنت بروتكشن، السيرستور بتاعي الدايره بتاعته بنركب قبله فيوز. معلش بس يا باشمهندس، هو يعني ايه اوفر كورنت اصلا؟ اوفر كورنت يعني تيارات عاليه، يعني السيرستور بتاع حضرتك اخره يستحمل 100 امبير، لو مشي فيه اكتر من 100 امبير يتحرق. فانا لازم لو عدى ال 100 امبير التيار اللي ماشي في الدايره لازم افصل الدايره عشان السيرستور ما يتحرقش.
فلازم element يحمي السيرستور. فالالمنت اللي هنحطه في الدايره بحيث ان هو يحمي السيرستور هو الفيوز. الفيوز ده بيبقى ديفايس كده من جوه عباره عن سلك رفيع، والسلك ده ليه ثيرمال كابابيلتي برقم معين اللي هو احنا بنسميه عندنا الاي سكوير تي. اي سكوير تي بتاع الفيوز ده يعني نقدر نسميه عندنا الثيرمال كابابيلتي بتاعته. انت التيار اللي بيمشي في الفيوز ده في الاخر هو بيتحول فيزيكالي الى حراره. فلو كان التيار اللي ماشي دوت ولد حراره معقوله ما سيحتش سلك الفيوز، فالفيوز هيفضل شغال مفيش مشكله خالص. اول ما التيار يعلى عن رقم معين درجه حراره السلك هتبدا تزيد لحد ما يقوم سايح، فسلك الفيوز لما هيسيح بيقطع. اول ما يقطع يبقى انت كده فصلت التيار عن الدايره وحميت السيرستور بتاعك. فانت لازم تجيب اي سكوير تي للفيوز يبقى اقل من الاي سكوير تي بتاع الديفايس بتاعتك او السيرستر. يعني الثيرمال كابابيلتي بتاعت الفيوز لازم تبقى اقل من الثيرمال كابابيلتي بتاع السيرستر علشان ما يتحرقش. فده لو انت عايز تحمي السيرستر من الاوفر كارنت. طيب لو انا عايز احمي السيرستر من الاوفر فولتج، وطبعا يعني انا عايز حضرتك تفرق ما بين اوفر كارنت وال دي اي باي دي تي. يعني بص كده معايا، بص الرسمه دي كده، ده التيار اللي هيمشي مع التايم اخره هيوصل ل 5 امبير، و 5 امبير ده رقم صغير بالنسبه للسيرستور طبعا، ده نونه خالص. بس بص الشكل ده، المشكله في الرسمه دي ايه؟ هاي كارنت او اوفر كارنت ولا هاي دي اي باي دي تي؟ هاي دي اي باي دي تي. بص كده الرسمة اللي بعدها، هوصل لأي حاجة ل 3000 أمبير مثلا، أي أرقام يعني، بس هوصل كده. الرسمة اللي ناحية الشمال أوفر كارنت صح؟ فهنا المشكلة اللي هتحصل هي أوفر كارنت، عشان كده عايزك تفرق بس بين الاتنين عشان ما يحصلش لبس. لكن اللي حصل هنا هو هاي دي أي باي دي تي، واصله كده عشان لو حد بس ايه يعني في ذهنه ايه الفرق بين الاثنين. ماشي يا شباب؟ اوكي. طيب اخر حاجه ازاي احمي السيرستور من الاوفر فولتج بقى، دي اخر واحده الاوفر فولتج. في element عندنا في الحقيقه اسمه الفاريستور. الفاريستور ده بتبقى زي ريزيستنس كده بس ريزيستنس فاريبل. ادي السيركت عادي اللي السيرستور شغال فيها. الريزيستنس دي بتتركب بارلل مع السيرستور. في الفولتات الطبيعيه، في الفولتات الطبيعيه في النورمال فولتجز الفاريستور دي بتبقى الريزيستنس بتاعتها كبيره قوي، فتقدر تعتبرها انفينيتي ما تشغلش دماغك بيها يعني، ده في النورمال فولتجز. اوكي. لكن لما الفولتات بتزيد قوي هتلاقي ان الفاريستور دي مقاومتها بتقل. فمقاومه الفاريستور دي لما تقل هتلاقي في الاخر ان هتلاقيها بتحمي الراجل ده من الاوفر فولتج. يعني لو اعتبرنا عشان يعني الموضوع يوصل لك بشكل بسيط خالص، اعتبر ان لو الفولتات عليت الفاريستور دي مقاومتها بتقل لكنها بتبقى شورت سيركت. فطبعا لما الفاريستور دي تشرط لما تبقى شورت سيركت يبقى السيرستور هل عليه فولت تقريبا ولا الفولت اللي عليه بزيرو؟ هيبقى الفولت اللي عليه بزيرو. مظبوط، تمام كده. وبالتالي يعني هي دي الفكره بتاعتها بشكل بسيط، انها عند الفولتات العاديه النورمال فولتجز تقدر تعتبرها اوبن سيركت. الريزيستنس بتاعتها بتبقى كبيره قوي، تعتبرها اوبن سيركت يعني اكنها مش موجوده. لكن لو الفولتات عليت على السيرستور بشكل كبير او بشكل ملاحظ يعني، بتلاقي ان مقاومه الفاريستور دي تقعد تقل 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 بحيث انها تحمي السيرستور من الفولتات العاليه دي. طيب دلوقتي لو احنا حبينا بقى نرسم الكومبليت سيركت، وفي الحقيقه انت ممكن السؤال ده في الاغلب ممكن يجي لك يعني، ازاي او ايه هي الدايره اللي انا ممكن احمي بيها السيرستور من الاربع حاجات، انك ترسم الاربعه على نفس الدايره وتقول له بقى وظيفه كل واحده فيهم يعني. فحضرتك هتيجي هنا كده ترسم السيرستور. في عندنا كويل هنا بيبقى بره، في عندنا فيوز هنا،
ده كده الفيوز وده الكويل، طبعا بنسميه ال اس برضو. وفي عندنا السنابر سيركت، وفي عندنا البارستر. هنا عندنا ال RS CS ودي الفاريستور. فدول الأربع حاجات اللي بتقدر إنك تحمي بيهم الفاريستور، زي ما قلت لك دي من ال DI by DT، الجزء ده من ال DV by DT، وديت من ال over current، والجزء اللي فوق ده من ال over voltage. اوكي كده ماشي يا جماعه. طيب كده انا جوز دكتور نجار خلاص خلص، وقف تسجيل بقى الراجل اللي كان بيسجل. جوز دكتور محمد حسن الشيت هرفعه.